هو نفس الرئيس السيسي هو أكد على أن العلاقة المصرية الأمريكية علاقة استراتيجية، وأنها في الفترة دي في يعني في العلاقة قوية جدا بين مصر وأمريكا. لكن هو أكد كمان أن العلاقة بين الشعبين علاقة طويلة جدا من 1919 ويمكن قبل كده، وأن العلاقة بين الشعب المصري والشعب الأمريكي حتى في الأوقات اللي كانت الحكومات المصرية والأمريكية كان بيبقى العلاقة فاترة شوية، لكن العلاقة دايما بين الشعبين بين علاقة قوية. وان هو نموذج التعليم الامريكي هو بيشجع هذا النموذج، لان التعليم الامريكي مش بس هو تعليم للحاجات الاكاديمية بس، لكن هو بينمي القدرات العقلية للطلبة، بحيث ان هو نموذج للتعلم وليس التعليم. هو بيفتح المدارك وبيخلي الطالب قادر على ان هو يتعايش مع العصر، سواء العصر الحالي او في المستقبل. فده وهو ده النموذج اللي الرئيس طلب من الجامعه الامريكيه انها مع الشراكات مع الجامعات المصريه والاجنبيه، انه يبقى فيه النموذج ده، نموذج اللي هو وحتى قالها الرئيس واكد عليها كل اوصياء الجامعه الامريكيه، ان الشعب المتعلم او التعليم بيقلل، التعليم والثقافه بتقلل الارهاب وتقلل وتقلل التطرف. ان كل ما يكون الشعب متعلم كل ما يكون التطرف والارهاب اقل.